اسأل أكثر. مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم. غداة زيارته إلى كييف، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الغرب بعدم الإسهام في حل الأزمة الأوكرانية وعرقلة مسار الحل. كما انتقد أردوغان عدم إظهار الرئيس الأمريكي جو بايدن لأي موقف إيجابي فيما يتعلق بالأزمة. وفيما أعلن الرئيس التركي من كييف استعداد بلاده للعب دور الوساطة، كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن توقيع اتفاقية استراتيجية لتوسيع التعاون مع شركة بايكار التركية المنتجة لطائرات برقدار القتالية المسيرة. فليعكس الموقف التركي تباين وجهات النظر بين بلدان حلف الناتو. وهل أنقرة ماضية في تعزيز تعاونها العسكري مع كييف ومؤهلة للعب دور الوسطى؟ متابعينا ومشاهدينا، بإمكانكم المشاركة في نقاش الليلة من خلال الصفحتين كالعادة تويتر والموقع موقع أرتي العربية. السؤال يظهر على الشاشة: برأيك هل اتهام أردوغان لبايدن والأوروبيين بمفاقمة التوتر الروسي الأوكراني يعكس انقساما حادا داخل الناتو؟ إذا لحوارنا اليوم نرحب بضيفي الكريمين، من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل كايا، ومن واشنطن الخبير في العلاقات الدولية وشؤون الأمريكية مجدي خليل. أرحب بكم ضيفي، وأبدأ معك سيد إسماعيل بالسؤال عن يعني دلالات هذه الانتقادات التي وجه الرئيس أردوغان للدول الغربية بعرقلة كما قال مساعي الحل، حل الأزمة الأوكرانية. يعني كيف تقرأ هذه الانتقادات من الجانب التركي؟ كما تعلمون، تركيا لا تريد مواجهة في أوكرانيا على الإطلاق، وبالتالي تركيا ترى أن أي مواجهة في أوكرانيا سوف تضحى في خانة خيارات صعبة. كل الخيارات أمام تركيا في حال حصول هذه المواجهة العسكرية ستكون صعبة، وسوف تنعكس على تركيا بآثار صعبة للغاية. تركيا حافظت على الدوام تاريخيا واستراتيجيا على السلام والاستقرار في حوض البحر الأسود، ولا تريد على الإطلاق أن تتفجر الأمور هناك. ولكن تركيا ترى من خلال متابعتها وبعض الأوساط التركية ترى أن الغرب والناتو بشكل عام لا يبالي كثيرا بإمكانية اندلاع مواجهة. على العكس، ربما ترى تركيا أن بعض الأطراف الغربية ترى أن مواجهة في أوكرانيا ربما تستنزف روسيا وليست قريبة من العمق الأوروبي بقدر ما هي عميقة من العمق التركي، وبالتالي تركيا تخشى أن بعض الأطراف في الناتو ودول من الاتحاد الأوروبي لديها مصلحة ربما في اندلاع هذه المواجهة لتستنزف روسيا لتحقيق بعض المآرب، بينما تركيا على العكس تماما. تركيا هدفها الأساسي أن تتجنب حصول هذه المواجهة على الإطلاق، وبالتالي تركيا تدعم باتجاه حلول دبلوماسية وعرض الوساطة والقيام ببعض الخطوات لتجنب هذه المواجهة، بينما تركيا ترى أن الجانب الأمريكي والجانب الناتو بشكل عام لا يقوم سواء بجانب الردع اللازم لتحقيق ردع معين لمنع عملية عسكرية روسية ممكنة، أو الحراك بجانب دبلوماسي وحراك دبلوماسي حقيقي بنية عدم وجود هجوم. وبالتالي تركيا تضغط باتجاه عدم حصول أي مواجهة عسكرية، قدمت عرضا للوساطة وباستضافة بوتين وزيلينسكي في تركيا. أردوغان زار كييف ودعا بوتين للقاء قريب، وتتوقع تركيا ربما أن تنجح هذه الجهود في عقد لقاء ثنائي أو ثلاثي على التتابع وربما تحقيق نتائج، لأن تركيا تنطلق من فكرة أساسية أن النزاع سوف يكون مدمرا للأطراف الثلاثة سواء تركيا أو
أو أوكرانيا أو حتى روسيا، وبالتالي تضغط باتجاه أن تحكم الأطراف الثلاثة مصالحها الإقليمية والوطنية لعدم حصول هذه المواجهة. كي نحلل الخطاب وما تقوم به تركيا أيضا على الأرض، يعني البعض قد يقول أن هناك ازدواجية وحتى تناقض في هذا الموقف التركي. يعني الرئيس أردوغان وهو يتحدث عن الوساطة في كييف، يعني كان ماضيا لتوقيع اتفاقيات عسكرية مع كييف، اتفاقية جديدة مرتبطة بطائرات البيرقدار، ثم أن يعني أولى الخروق في الدنباس يعني عندما بدأ التوتر كان بطائرة بيرقدار، يعني فكيف يمكن الحديث عن 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 موقف أو عن وساطة من الجانب التركي، بينما يعني بعيدا عن تصريحات العمل الملموس يؤكد أنها طرف إلى الجانب الآخر. لا، تركيا لا تود أن تكون طرف بمعنى أنها تدعم المواجهة، ولكن على الدوام كان التسليح والتعاون الدفاعي من آليات الردع الموجودة، ولا نتحدث عن أن بعض بضع طائرات بايراكتار مسير ربما أن تردع الجيش الروسي الكبير جدا، لا يمكن هذا الأمر على الإطلاق، ولكن هناك تعاون دفاعي والأمر ليس مستجد، ليس متعلق بالمستجدات العسكرية والتهديدات الروسية الأخيرة باجتياح أوكرانيا. الاتفاقيات الدفاعية بين أوكرانيا وتركيا تنامت منذ سنوات طويلة، وهناك توسيع لهذه الاتفاقيات، وتركيا انطلاقا من أنها تتبع استراتيجية مستقلة غير تابعة للغرب وغير تابعة لروسيا أيضا، بأن يعني عندما تكون هناك رغبة روسية بأن لا تبيع تركيا طائرات لأوكرانيا لن تخضع لها تركيا، وعندما يقول الغرب أنه يضغط باتجاه تركيا لإقحامها في مواجهة عسكرية ضد روسيا في أوكرانيا، تركيا لن تتعاون بذلك، لديها سياسة مستقلة، السلاح هو من باب التعاون الثنائي وليس التبعية لأي طرف، والمهم أيضا أن السلاح ربما يساهم في بعض مدى التطابق يعني تقديم السلاح والحديث عن دور الوساطة. سأعود إليك سيد إسماعيل، لكن يعني أود أن أشارك سيد مجدي وأرحب بك وأسأل عن الإدارة الأمريكية، يعني على الأقل هذا الموقف التركي يظهر، يعني عندما نقارن المواقف مع الجانب الأمريكي يظهر أن هناك مسارات أخرى، خيارات أخرى غير الحديث الأمريكي عن مؤامرة وعن مساعي روسية لغزو أوكرانيا. ألا يعني تظهر مثل هذه المواقف القادمة من تركيا وحتى من ألمانيا أن هناك مسارات خيارات أخرى؟ مساء الخير ومساء الخير لضيفك وللمشاهدين الكرام. أولاً إبراهيم قالن اللي هو المتحدث باسم الرئيس أردوغان اتصل بمستشار الأمن القومي وعرض أنه هو تركيا باعتبارها حليفا في الناتو هتبدأ وساطة. ده أولا يعني معناها أنه هو دخل مستأذنا من الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا هي ما فيش أي شيء يتكلم عن أن هناك اختلافات كبيرة في الناتو، انقسام في وجهات نظر مختلفة طبعا، بالتأكيد الأوروبيين بيختلفوا بدرجة أو بأخرى، بالذات ألمانيا وفرنسا مع الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الأمور، وهناك اختلافات بين أعضاء الناتو بالنسبة لأوروبا الشرقية وأعضاء أوروبا الغربية، هناك اختلافات دائما ولكن ما فيش انقسامات. النقطة الثالثة، هل أردوغان وتركيا مؤهلة أن تكون وسيطا؟ هي ليست وسيط في هذا الموضوع، هي ليست محايدة، هي الواقع أنها مع أوكرانيا، يعني تركيا بتدعم انضمام أوكرانيا للناتو، اللي هم أمريكا والغرب علقوا هذا الموضوع، يعني مؤكد أن أمريكا والغرب علقوا بموضوع انضمام أوكرانيا للناتو. تركيا تقول تؤيد انضمام أوكرانيا للناتو، كما قلت الاتفاقيات العسكرية الموجودة حاليا والتي تتزايد لدرجة بناء مصنع للطيارات المسيرة في أوكرانيا. الحاجة الثالثة أن تركيا لحد الآن بتتكلم عن شبه جزيرة القرم، ورغم أن الغرب تباطأ في الكلام عن هذا الموضوع أو على الأقل هامشه، تركيا بتتكلم عنه أن شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانيا. طيب خلينا نتكلم، هل او السلام، اي اتفاقات سلام هي في صالح كل الدنيا، مش تركيا بتقول مش عاوزه حرب، مفيش حد عايز حرب خالص نهائيا، ومش هتقوم حرب كبيره، اعتقد مش هتقوم حرب كبيره، لكن كل الناس اوروبا وامريكا والعالم لا يريد حربا ولا يريد تصعيدا للنزاع اكثر من هذا. ولكن هل ستقبل روسيا وساطه تركيا؟ ده لازم، واي شيء هتطرحه تركيا هتطرح ايه؟ اذا كانت هي الثوابت بتاعه تركيا فيما يتعلق بالملف الاوكراني كما ذكرتها،
هتطرح ايه على روسيا. فبالتالي مساله ان تركيا يعني انا شخصيا شايفها انها وساطه هامشيه. طبعا الناس بتطرحها وساطه هامشيه. الحوار الاوروبي بالذات الفرنسي الالماني هو الاكثر جدوى حاليا وهو الاكثر فعاليه وهو الاكثر اهتماما من طرف واشنطن. يعني ربما الكلام في هذه النقطه مفروغ، لان روسيا لا ترى بان ندها هو اوكرانيا او ان الخلاف مع اوكرانيا. روسيا تقول ان الازمه اوكرانيه داخلية وعلى الأوكران أن يتباحثوا، يعني الأمر لا يرتبط بوساطة تركية بين أنقرة أو بين أوكرانيا وروسيا. يعني دعنا نعود لصلب السؤال الأول. أنا سألت عن وجود طرق أخرى بالنسبة لواشنطن، يعني ما تتحدث عنها تركيا. تحركات ألمانيا، أولاف شولتز المستشار الألماني يعني سيزور روسيا قريبا، فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر هنغاريا كان هنا. يعني هناك مواقف أوروبية، هناك حراك دبلوماسي أوروبي ربما يعكس يعني أن الأوروبيين والأمريكيين ليسوا على قلب رجل واحد عندما يتعلق الأمر بمواجهة روسيا. لا لا لا، انا كما قلت لك ان هناك اختلافات، ولكن اذا عدت لازمه سنه 38 وتشيكوسلوفاكيا واللي حصل والواقع، يعني الاختلافات اللي كانت موجوده سيد مجدي، لانه يعني الاداره الامريكيه تتحدث كانها تتحدث باسم كل يعني دول حلف الناتو. يعني جوله وزير الخارجيه بلينكين السابقه يعني قال انه يعني يتحدث باسم كل هذه الدول. يعني هل الامر كذلك عندما نرى مثل هذه المقترحات؟ نعم، أمريكا هي التي تتحدث المتحدث الرئيسي باسم الأزمة، لأن بوتين يريد هندسة أوروبا قبل 1989. هذا هو الواقع، وهذا هو الواقع، وهذا هو التاريخ، ويريد تقويض النظام الدولي، وهذا ما قالته مندوبة أمريكا في مجلس الأمن الدولي، وتريد هندسة النظام الدولي، هندسة أوروبا مرة أخرى، الهيمنة على أوروبا الشرقية. أزمة سنة 1938 ومعاهدة ميونخ تتكرر، والتاريخ يتكرر بنفس تفاصيله، بنفس تحالفاته، بنفس تكتيكاته، بنفس ما فعله هتلر. بالتأكيد أمريكا هي المعنية، لأن أمريكا هي التي قادت الحرب الباردة. قوية المقارنة سيد مجدي، قوية المقارنة مع هتلر، يعني فيها مبالغة سيد مجدي، فيها مبالغة كبيرة. الأوروبيين هم من يزحفون والغرب هو من يزحف نحو الحدود الروسية سيد مجدي. لا لا سيدي اسمعني، تفضل. العالم تغير ولن يسمحوا لبوتين أن يكرر ما حصل سنة 38 و39 من هتلر، ولكن المقارنة هي جائزة. انت لو شفت العناصر اللي حصلت الازمه هي مجموعه المان هنا، مجموعه روس هنا، انا هغزو المنطقه دي، ثم نقد الموضوع، ونفس الكلام حصل، تحالف مع موسوليني، تحالف مع الشي. واضح بالنسبه للروس هتلر ما قام به هتلر هو ما يقوم به الغربيون الان. بالنسبه للجانب الروسي، يعني انت اسلفت وجهه نظر، يعني هناك وجهه نظر لدى الطرف المقابل. طب سيد اسماعيل، نقطه اخرى يعني مرتبطة بجانب اقتصادي من هذه الأزمة، الغاز، الصراع عن الغاز. عندما نتحدث عن كون تركيا تلعب على الكثير من الأوتار والحبال، يعني يردنا ما يرتبط بموقف الرئيس التركي عندما يتحدث عن إمكانية نقل الغاز الإسرائيلي إلى الأوروبيين عبر تركيا. قال أن تركيا قادرة أو يمكن أن تستفيد من هذا الغاز الإسرائيلي، ويمكنها أن تنقله إلى الأوروبيين. هل تحاول يعني تركيا أن تستثمر يعني في هذا الملف من خلال يعني موقعها الجيوستراتيجي؟ يعني كما تعلمون، ملف الغاز في شرق البحر المتوسط هو ملف أولوية كبيرة لتركيا في السنوات الأخيرة. الصراع في شرق المتوسط كان هو الصراع الأكبر والأهم والأولوية الاستراتيجية الأولى في السياسة الخارجية التركية طوال السنوات الماضية. هذا أمر مفروغ فيه وليس سرا، ولكن هل الأمر مرتبط تماما بالأزمة الحالية بأوكرانيا؟ لا غير مرتبط تماما. هل تركيا ترى في الظروف مناسبة لتحصل على دعم أوروبي أكثر لتكون هي جزء أساسي من مشروع نقل الغاز بديل لليونان؟ هي فرصة كبيرة أمام تركيا، لا يمكن إنكار ذلك. أعتقد بقوة أن تركيا تحاول استثمار هذه المرحلة. هناك غاز مهم في شرق البحر المتوسط، سواء من إسرائيل أو من حتى اليونان وقبرص أو مصر أو غيرها، وأوروبا بحاجة كبيرة للغاز وأمن الطاقة والاستغناء عن الغاز الروسي تدريجيا. تركيا كدولة تتمتع بموقع مهم جدا، تسعى من خلال على مدى السنوات الماضية أن تكون محطة نقل أساسية للطاقة في المنطقة واستراتيجية لتوزيع خطوط الطاقة في المنطقة، لابد أنها تستثمر هذه المرحلة. ولكن
لكن ليس الهند لها حرب اليوم. أوروبا بحاجة لغاز، تركيا لديها أولوية كبيرة في شرق المتوسط، إسرائيل لديها أولوية في تصدير الغاز لأوروبا، وتركيا تقول أن أقصر خط وأهم خط لإيصال الغاز لأوروبا يأتي من الأراضي التركية. وعندما تمت الإدارة الأمريكية فشلت الممساعة اليونانية في تثبيت خط إستميد في شرق البحر المتوسط، كان هذا انتصار دبلوماسي كبير لتركيا تريد أن تبني عليه تركيا بشكل أكبر. أتوقع كما ذكر أردوغان أمس أن الرئيس الإسرائيلي سيزور تركيا في مارس المقبل وستكون هناك مباحثات. تركيا تقول للعالم أجمع، أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل، أن الخط كما قالت قبل سنوات ولم تقتنع هذه الأطراف، إذا أراد أي أحد إيصال غاز شرق المتوسط إلى أوروبا يجب أن يمر من الأراضي التركية، لأن ذلك أسلم خيار وأقل خيار تكلفة اقتصاديا. وبالتالي كل الأطراف اليوم تعود إلى الواقعية السياسية، وهي نقطة مهمة باستراتيجية السياسة التركية. طب هذه الواقعية سيد إسماعيل التي ربما يعني تسلمت إن سمحت لي، هذه الواقعية طب يعني إن صغناها في جملة، يعني ألا تعني أن تركيا، كيف يمكن أن تسعى تركيا لحل الأزمة هي مستفيدة منها؟ لا لا، على الإطلاق تركيا في حال اندلاع مواجهة. سيكون هناك مشكلة بالسياح الروس، ملايين السياح الروس الذين يصلون إلى تركيا، التبادل التجاري والكبير جدا مع روسيا، أمن البحر الأسود واكتشافات تركيا للغاز، اكتشافاتها المباشرة للغاز في حوض البحر الأسود، علاقاتها التجارية والاقتصادية مع أوكرانيا، أمن المنطقة بشكل عام، وتعزيز الخلافات مع الناتو وروسيا، ربما تتفجر خلافات مع روسيا في سوريا، في ليبيا، في محطات. لا، على الإطلاق خيار المواجهة هو خيار كارثي لتركيا، ولا يمكن لأي أحد أن يشكك بأن تركيا حقيقة تدفع بكل قوتها باتجاه منع هذه المواجهة، لأن المواجهة كما ذكرت لن تكون تركيا طرف إلى جانب روسيا لتغزو أوكرانيا، لن تكون إلى جانب أوكرانيا مباشرة عسكرية لمواجهة روسيا، لن تقف إلى جانب الناتو بشكل مباشر وتسمح بمرور السفن. وعلى سيرة هتلر تحدثت عنه قبل قليل، تركيا في الحرب العالمية لم تسمح حتى بمرور السفن الألمانية والغواصات الألمانية من المضايق التركية لمواجهة روسيا. وبالتالي تركيا موقفها من أمن والسلام في حوض البحر الأسود هو موقف تاريخي استراتيجي قديم لا يمكن أن تفرط فيه على الإطلاق. وبالتالي نية تركيا في تحقيق وساطة حقيقية ومنع المواجهة هي أولوية تركية كبيرة جدا، لأن كل الخيارات الأخرى ستكون صعبة جدا على تركيا. طب سيد مجدي، يعني بالنسبة لأزمة الغاز، واشنطن تبحث عن حل أزمة الغاز لدى الأوروبيين، أنقرة يعني تقترح بديلا تكون وسيطا لنقل الغاز الإسرائيلي عبر أراضيها نحو الأوروبيين، هل هي فرصة يعني للتقارب بين واشنطن وأنقرة؟ لازم هذا، هناك آراء أوروبية مهمة، فرنسا وقبرص واليونان والاتحاد الأوروبي لازم يأخذ هذه الآراء في الاعتبار. هذه مسائل لم تحسم بعد ولم توافق الدول الأوروبية الكبرى على هذا الموضوع. هناك حاجة نعم إلى الغاز الإسرائيلي، إلى غاز من مصادر أخرى، تحدثت أمريكا مع قطر، أمريكا نفسها أعلنت أنها على استعداد أن تصدر شحنات غاز إلى أوروبا لحل الأزمة، ولكن في المدى الطويل هناك أيضا بحث الحلول ممكن يكون من، ولكن كما قلت لك لابد أن تكون الدول الاتحاد الأوروبي موحدة تجاه أن تدخل تركيا طرفا في الموضوع بدون أن تتعدى الخطوط الحمراء وتدعي أمور فيما يتعلق بملكيتها لأماكن الغاز في شرق المتوسط، لأن تركيا غير ما فعلته في السنوات الماضية هو مرفوض تماما أوروبيا ومرفوض حتى إقليميا في الشرق الأوسط، ومن ثم المسألة ليست سهلة. نعم. طب ما يتعلق الآن بالموقف الأمريكي، واشنطن التي تلوح بالعقوبات في وجه أي تحرك روسي تهدد به واشنطن وتخوف به الأوروبيين، الآن موسكو توجهت نحو الشرق، وجدت سوقا ضخمة للغاز مع الصين، اتفاقيات كبيرة تزيد وارداتها وصادراتها للغاز نحو الصين، هل يعني ذلك أنه تم سحب البساط من تحت أقدام واشنطن غير قادرة على أن تفرض أي ضغوط مؤثرة على روسيا فيما يتعلق بورقة الغاز؟ فهل يدفع ذلك واشنطن ربما للتجاوب مع ما تقول موسكو أنها مخاوف أمنية لدى روسيا ولدى كل الأوروبيين؟ أولا واشنطن تجاوبت
وما أعلمه تماما أنهم علقوا موضوع أوكرانيا وجورجيا من الناتو. المسألة أكبر بكتير من الناتو، وطلبات بوتين أكبر بكتير من موضوع الناتو. بوتين عاوز يرجع لموضوع أوروبا الشرقية والهيمنة الروسية أكبر، وطلباته تتعلق بأن في فرق بين أن تعلق مسألة أوكرانيا مع الناتو، أن تضع أوكرانيا رهينة حبيسة لروسيا، أن تأمر وتجعلها دائما الفيتو الروسي عليها في كل شيء، فيما يتعلق باقتصادها، فيما يتعلق باستثماراتها، فيما يتعلق بعلاقاتها، فيما يتعلق بانضمامها للاتحاد الأوروبي. هذا غير مقبول. وكذلك الدول أوروبا الشرقية، ودول أوروبا الشرقية العودة إلى سنة 1989 غير مقبول. ومن ثم فيما يتعلق بالمخاوف، أؤكد لك أن ما تسرب من واشنطن أنهم تجاوبوا مع موسكو فيما يتعلق بالمخاوف وتعليق أدوية أوكرانيا. البايس الإسبانية نشرت تفاصيل الرد الأمريكي، ليس هناك أي تجاوب. لا، هناك ضمانات شفوية بأنهم علقوا تماما موضوع، ومن زمان مش من دلوقتي، تم كانوا قبلوها من زمان، لم تقبل ولكن معلقين عضويتها. المسألة هناك انعدام الثقة، لا توجد ثقة، وعلشان كده طرحت أمريكا طرحت مسألتين أساسيتين للحوار حولهم: بناء الثقة، ثم مسألة التسليح. إذا كان عندكم مخاوف من التسليح، على استعداد أن ندخل في حوار موسع حول التسليح. أما الأهم فهو بناء الثقة. الثقة حاليا محدودة جدا، وخاصة تجاه بوتين، للأسف هذه الحقيقة. لأن الولايات المتحدة تنشر المزيد من قواتها في بلدان أوروبا الشرقية، ربما هذا ما يقوض هذه الثقة. طب دعني أنتقل للسيد إسماعيل، يعني بالنسبة لملف الوساطة التركية، يعني ما الصيغة، يعني ما الذي تقترحه تركيا تصورها لمثل هذه الوساطة وهذا الحوار بين موسكو وكييف؟ يعني تركيا أعتقد أنها ترتكز على عدة أمور. يعني في ضمن كلام أردوغان تحدث أنه إذا تمكننا أن يتم اجتماع مباشر بين الزعماء ولا يكون في الأطر الدبلوماسية المنخفضة. ماذا يعني ذلك؟ أن الرئيس التركي دائما يعول على علاقته، علاقة الصداقة وعلاقة القيادة والزعامة القائمة بينه وبين بوتين. تعلمون أن العلاقات التركية الروسية كانت طوال السنوات الماضية علاقات شائكة، كان هناك محاولة لتعاون متقدم جدا في ملفات كثيرة، وبنفس الوقت كان هناك خلافات وتنافس كبير في ملفات عسكرية وسياسية ودفاعية وغيرها. في نفس الوقت كان الزعيمان قادران على الجلوس إلى جانب بعضهم البعض والحديث لعدة ساعات والخروج باتفاقيات تفاجئ الجميع. أعتقد أن أردوغان يعول على هذا الموضوع بدرجة أساسية، وأيضا على علاقته وقدرته على الضغط على الإدارة في أوكرانيا. الرئيس زيلينسكي، أردوغان لديه علاقات خاصة قوية به، وأعتقد أن ما يجمعهم ليس العلاقات الشخصية فقط، هو يعول على أن الدول الثلاث يجمعهما رابط مهم أساسي وأولوية أولى، وهو السلام واستمرار السلام والاستقرار في حوض البحر الأسود. الأطراف الثلاثة ليس لديها رغبة بأن تكون ضحية مواجهة لرغبة أطراف أخرى تحاول توسيع النزاع. بكل تأكيد هناك خلاف عميق بين الناتو وروسيا، لا تحدث عن أن الدول الناتو تفتعل هذا الأمر، ولكن بعض الدول ليس لديها نفس المخاوف الموجودة لدى تركيا نفسها أو حتى أوكرانيا نفسها، تدفع باتجاه مختلف. يعني رأينا الموقف الألماني حريص على الغاز الروسي ويرسل بعض الخوض لأوكرانيا لتدافع عن نفسها في أمام الآلة العسكرية الروسية إذا تحركت. هذا الأمر يدفع تركيا لأن تدخل بقوة مع الأطراف، تجلس مع الزعماء وتقول لدينا مصالح مشتركة. تركيا أيضا، أضيف نقطة فقط، تركيا أيضا تفهم جيدا أن بوتين لا يريد الحوار مع تركيا فقط، هو يريد حوار أوسع كبير مع الرئيس الأمريكي ومع الناتو بشكل عام، ويريد الحصول على ضمانات أوسع. لا أختلف مع ضيفكم في واشنطن، ولكن بالنهاية عندما يتعذر الحوار وتكون الأمور هناك إمكانية لبعض التوافقات لمنع نزاع كبير بانطلاقا من مصالح الدول الثلاث، ربما يكون هناك اختراق حقيقي خلال المرحلة المقبلة. واضح. طب نقطة مهمة أشرت إليها كي لا نتجاوزها، لأنه وردت أيضا في تصريحات الرئيس أردوغان ما يتعلق بالقيادات والعلاقات بين هذه القيادات وإمكانية أن يؤثر هذا الأمر على مسار الحوار. يعني الرئيس أردوغان أشار إلى، يعني تحسر على رحيل ميركل، وقال أنه أوروبا تفتقد لمثل هذه القيادة التي يعني يمكن فعلا أن تقوي وتفعل الدور الأوروبي. يعني ما المقصود هنا؟ يعني هل يتحدث ربما عن ينتقد ربما الدور الألماني الحالي، يعني دور المستشار الحالي، أم يلمح إلى الدور الفرنسي، أم ما المفهوم عندما يتحدث عن افتقاد أوروبا للقيادة؟
أنا أعتقد أنه يقصد ماكرون بدرجة أساسية. تعلمون أن هناك خلاف تركي فرنسي في الكثير من الملفات، وتركيا تنتقد الموقف الفرنسي خاصة في الملفات المتعلقة بمستقبل المنطقة والنزاعات فيها أو فرض السلام فيها. وبالتالي أعتقد أن أردوغان وجه رسالة لماكرون الذي ينوي زيارة أوكرانيا وروسيا في هذا الإطار، يعتبر أنه يحاول تزعم الاتحاد الأوروبي في ظل تفكك ومشكلة كبيرة في الاتحاد الأوروبي. تعلمون طوال الفترة الماضية كان ماكرون يحاول أن يتزعم، ولكن دائما كانت ميركل هي الزعيم الأقوى، وكانت لديها قدرة أكبر على فرض رأيها وتوحيد الموقف الأوروبي بشكل أكبر، بما يكون لنفترض أنه موقف عقلاني أو موقف واقعي. لكن اليوم ماكرون أمام مستشار ألماني جديد لا أحد يعرف مدى قدرته وقوته بالسياسة الخارجية وزعامة الاتحاد الأوروبي. تخشى تركيا أن يكون لماكرون ومواقفه التي تصفها تركيا بالطائشة في السياسة الخارجية، تخشى أن يكون هو سبب في تفجر الكثير من الأمور في المنطقة أو اتخاذ خطوات تكون لديها آثار صعبة وسلبية كارثية على تركيا خلال المرحلة المقبلة. فتركيا بكل تأكيد تنتقد زعامة ماكرون ومحاولة تزعم موقف الاتحاد الأوروبي عقب غياب ميركل ووصول مستشار ألماني جديد. لا أحد يعرف قدرته على أن يكبح جماح ماكرون الذي يسعى لاتخاذ مواقف ربما شكلية واستعراضية قبيل الانتخابات الرئاسية في فرنسا التي تقترب تدريجيا، ويريد الفوز بها بأي ثمن من الأثمان. وبالتالي تخشى تركيا أن يكون هناك باختصار موقف فرنسي طائش يدعم أحد الأطراف أو يتسبب بإشكالية كبيرة تكون آثارها سلبية على تركيا، دون التفكير بشكل أوسع وأخذ مخاوف تركيا الاستراتيجية بعين الاعتبار للمرحلة المقبلة. واضح. طب دعنا نعود للسيد مجد ما يتعلق بالموقف الأمريكي، الحديث عن مؤامرة تعد لها روسيا وعن هجوم أو تصوير فيديوهات بشأن هجوم من الجانب الروسي على الجانب الروسي يستغل كذريعة لتوغل موسكو. يعني ما الهدف من نشر مثل هذه المواقف التي يستغربها الجانب الروسي مرارا وعلى لسان الكثير من المسؤولين؟ يعني هو الواقع الرصد، هذا الرصد ان موجوده رصد ان روسيا ما زالت بتكثف وجودها في على الحدود مع اوكرانيا، بتبعت قوات اكتر لبيلاروسيا بصواريخ بلاستية قصيرة المدى، حتى استدعت أكثر من 200 عنصر من فاجنر اللي هي الميليشيا المسلحة إلى المنطقة. كل التطورات تقول أن روسيا بتتمدد في الحشد العسكري، هذه مسألة، وأوروبا ترى ذلك وأمريكا ترى ذلك وكل من يتابع الموقف يرى ذلك. بالنسبة وبالتالي هناك الولايات المتحدة الأمريكية تتخيل سيناريو وليس مؤكدا، وممكن يكون تخيل سيناريو ممكن يحصل علشان مسألة حجة تدخل بها إلى شرق أوكرانيا. ولكن نقطة تاني فيما يتعلق بأردوغان وأوروبا، أردوغان كان بيحاول يقود أوروبا أيام ميركل ما كانت موجودة، وكان بينتقد أوروبا أيام ميركل ما كانت موجودة، وأردوغان يكره ماكرون علشان وقف في وجهه في مسألة الأطماع في شرق المتوسط، استباحة أوروبا، ما بيحدث في ليبيا والتطرف الإسلامي، كل هذه ونجح ماكرون في حشد أوروبا للوقوف في وجه أردوغان ونجح، ولهذا يكرهه أردوغان. وبالتالي أردوغان كان يريد كان بيقول نفس الكلام أيام ما كانت ميركل موجودة، وكان ينتقد أوروبا ويريد استباحة أوروبا وتقويض أوروبا من الداخل. هذه سياسة أردوغان في السنوات الأخيرة وليست جديدة. نعم واضح. شكرا لكم ضيفي الكريمين. لم يتبقى إلا التذكير كالعادة بنتائج التصويت، تظهر أمامكم على الشاشة، لكن نشير إليها السؤال كان وما زال: برأيك هل اتهام أردوغان لبايدن والأوروبيين بمفاقمة التوتر الروسي الأوكراني يعكس انقساما حادا داخل الناتو؟ نحو 69% منكم أجابوا نعم، نحو 30% قالوا لا. التصويت مستمر على الصفحتين. جزيل الشكر لضيفي الكريمين من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل كايا، أشكر أيضا ضيفنا من واشنطن الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية مجدي خليل، شكرا لكم. مشاهدينا نصل إلى ختام هذا النقاش، الموعد آخر طيب المنام.